السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بسم الله ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. أستغفرك ربي وأتوب إليك. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. في البداية، عودة النادي الأهلي لكأس مصر زي ما اتكلمنا، والسوبر بعد الخطاب اللي راح للنادي الاهلي من اتحاد الكره المصري، والنادي الاهلي اعلن بشكل رسمي وبشكل واضح من خلال بياني او من خلال قرارات اللي طلعت من اجتماع مجلس الاداره الخاصه بعوده النادي الاهلي لكاس مصر والسوبر، بناء على الخطاب اللي ارسل من اتحاد الكره للنادي الاهلي بيوضح فيه ان طلبات النادي الاهلي تم تنفيذها. العودة هذه أصابت البعض بتعب نفسي، يعني لدرجة الهذيان، بدأوا يقولوا أي كلام. واحد اسمه خالد طلعت اللي كان موجود مع مهيب بالأمس، النهاردة بعد بيان النادي الأهلي بيقول لك إيه؟ دلوقتي الأهلي قال إن وصلوا خطاب من اتحاد الكرة بصيغة معينة، في حين إن اتحاد الكرة ما نشرش أي حاجة عن القصة. ودي وفي مصادر في اتحاد الكره بتقول ان مفيش خطاب اتبعت. اتمنى من النادي الاهلي، نادي القيم والمبادئ، ان ينشر صوره الخطاب ده تاكيدا للمصداقيه وعشان الجماهير تصدق الكلام بالمسلم. انا جماهير، جماهير النادي الاهلي عندها ثقه مليون في الميه في، لكن انت طبيعتك بتاع التوبه، انا اسميك توبه زي عمرو سعد في المسلسل اللي كان اسمه توبه، مجرد اسم وليس فعل. انت قلت هنتوب هنتوب هنتوب، هرد عليك في حاجه واحده بس، يا ريتك بس تشغل الجمجمه، يا ريتك تشغل الجمجمه. النادي الاهلي لما طلع بيان من قناه النادي الاهلي وقناه اون وقناه الزمالك اون تايم سبورت وقناه الزمالك على انهم بيان مشترك، النادي الاهلي عمل ايه يا خالد؟ اتكلموا بلسان حال النادي الاهلي. النادي الاهلي قال انا ما طلعش هذه البيانات وانا غير مسؤول عن هذه البيانات وانا ارفض ما جاء في هذه البيانات. لما النادي الاهلي حد يتكلم باسمه، لما مرتضى منصور طلع في القضية الخاصة بالكابتن محمود الخطيب والقناة الأولى وإكسترا نيوز طلعوا قالوا عاجل براءة مرتضى، طلع حصل إيه؟ خبر مرتبط بالنادي الأهلي، طلع محامي النادي الأهلي وقال لك، والنادي الأهلي خلال الموقع الرسمي هذا الكلام لم يحدث، لم يكن في جلسات اليوم. طب النادي الأهلي مش مصادر بقى يا حلو، النادي الأهلي بشكل رسمي قال وصل خطاب من اتحاد الكرة، واحد اثنين ثلاثة. طيب لو الكلام ما حصلش ماذا يجب على اتحاد الكوره؟ ده انا بقول لاتحاد الكوره في عينك وبخزق لك عينك وبقول لك ان انت بعت لي خطاب، مش بقول ولا مصدر مسؤول ولا حد، ده النادي الاهلي، الدكتور سعد شمس المتحدث الرسمي المدير التنفيذي للنادي الاهلي، والنادي الاهلي على كل مواقعه بشكل رسمي. فلو ما كانش حصل يطلع اتحاد الكوره بقى، المفروض تقول اتحاد كوره، ما تقولش الاهلي وريني الخطاب. لما تقول انا النهارده قلت ان انا مسكت خالد طلعت رزعته 90 قلم على غفله، بقول اهو علني على الشاشات، وخالد طلعت حي يرزق، وخالد طلعت انا متاكد انه مثلا سمعني، ها بقول لك اهو في حاجه تانية، بقول لك انا رزع لك، تقول لي اثبت لي، بقول لك رزعتك انا طالع، بقول لك رزعتك 20 قلم 90 قلم على غفله. ها لو الكلام ده ما حصلش وانت متاكد انه ما حصلش تعمل ايه؟ وليك عين تطلع تكدمني؟ تطلع، ما انت حي ترزق وتصير. لكن انا قلت، قول لي اثبت لي ان انت ضربتني، او اثبت لي ان انت ضربت خالد. ما بقول لك اهو، انا بقول لك يا عم، بقول لك ضربتك 90 قلم على غفله، مش طالع واحد بيسرب لك خبر ده حسام بيقول انه ضرب. ايه الناس دي؟ ايه الناس اعمل الاهلي يعمل لك ايه علشان تصدق؟ قال بقول لك انا قلت، ها والخطاب اتبعت لي، اطلع لك الخطاب وابعت لك الخطاب ليه؟ انا بقول لك اتحاد الكره عليها ان ينكر بقى، ها يطلع يقول ما حصلش ان نفسي اتحاد الكوره، انما يقول لي مصدر من اتحاد الكوره قال لي القصه ديت ما حصلش. مين مصدر؟ ما تقول لي اسم. انا بقول لك النادي الاهلي، الخطيب ومدير التنفيذي سعد شلبي بدوشه، كل الناس قالوا بالاسماء اهو. تقول لي اصل في مصدر من اتحاد الكوره قال لي ما حصلش. مين من المصدر؟ انا عايزك لو انت ذكر تقول لي المصدر، هات لي واحد معاك يا عم، هات لي اعمل لي مداخله، قول لي خبر، اتصل بمحمد بابا، اتصل بعزم، اتصل بالدرندال، اتصل بجمال علام، واطلع قول لنا ان انا اتصلت بجمال علام وجمال علام كذب، ها مش انت راجل صحفي، ها اطلع يا عم. انما تقول النادي الاهلي طلع عشان المصداقيه، المصداقيه انا قلتها، وعلى اللي بينكر انه يطلع يقول انه ما حصلش، ها انما الاثنين متفقين الاهلي والاتحاد الكوره تطلع تقول لا انا عايزين حد يقول لنا يفكل، اذا كان يعني انا ضربتك وانت موافق، يطلع واحد ثالث يقول لي لا ده خالد طلعت اصل مصدر قريب من خالد قال انه ما انضربش،
انت علاقتك ايه؟ انا وان انا ضربتك وانت سكت، ها؟ واحد تاني لا اثبت لنا ان انت انت مال اهلك كده، انت مال اهلك اثبت لك ان انا ضربته ليه؟ انت مال اهلك؟ ايه الناس دي؟ ده ناس تتعب، ناس عقلها فقدت الصواب، مفيش خالص. وبناء عليه الخطاب اللي وصل للنادي الاهلي، وبناء عليه بعض الانباء بتتردد، ها، ويتكلموا على ان مارك كلاتنبرج وقع عقوبه على محمود عاشور بانه يتم ايقافه لنهايه الموسم. هننتظر وهنشوف هل العقوبه هتتنفذ لنهايه الموسم ولا اسبوع ولا اثنين، ولا هننتظر وهنشوف العقوبات على محمود عاشور. طبعا مجدي عبد الغني اتظبط من بعد الحكم اللي تم على مرتضى منصور على الورق، حتى الان لم يطبق ولم يتم تنفيذه بشكل رسمي. هو المفروض حبس شهر مع الشغل والنفاذ، لكن حتى الان مرتضى منصور بيتجول وحر وبيروح ويمضي اوراقه ويعمل يعقد اجتماعات ويقابل ناس وبتاع في النادي العام زي الفل، تمام. وطبعا الوزير، وزير اللامساس مكمل معانا في انا عايز اعرف يا جماعه اقسم ايه هي مؤهلات الوزير او الوزاره او الوزيره او الناس اللي موجوده معا. انا معاي. لكن الوزير كمل، وزير الشباب والرياضه، رغم الاخفاء. ايه نجاحات مصر؟ ايه نجاحات مصر في كره القدم؟ فين؟ الا ايه اللي مصر حققته يعني؟ لكن ما علينا. مجدي عبد الغني طبعا بعد مداخله مع الوزير اشرف صبحي بيقول لك ان الدكتور اشرف صبحي احسن وزير شباب ورياضه في تاريخ مصر، بنهني انفسنا على استمراره في منصبه. كابتن مجدي عبد احسن وزير، وبعدين بيقول لك بقى بيرستاو غايب، يا ترى لعل المانع خير. انا لك خلينا عند الوزير احسن وزير في تاريخ مصر، وبكره لما يمشي يجي وزير تاني مجدي عبد الغني هيطلع يقول لك احسن وزير في تاريخ مصر. اقسم بالله اللي مودينا في داهيه ان احنا بنطبل للي قاعد على الكرسي، اقسم بالله. لكن لو بنواجه اللي قاعد على الكرسي، ها، كون الدنيا الامور اتغيرت في كل المجالات. بالنسبه لنائب رئيس سموحه عمر الغنيمي، نائب رئيس نادي سموحه، اتكلم عن الصفقات الجديده، وعبد الكبير الوادي قال لك في عروض ل عبد الكبير الوادي وطالبين فيه 40 مليون جنيه، لكن عبد الكبير الوادي بنسبه كبيره، الاهلي والزمالك طالبين، لكن بنسبه كبيره ممكن ميال شويه ليه، او نادي الزمالك ممكن يكون الاقرب لعبد الكبير الوادي. ومروان والمباراه الاخيره عبد الكبير الوادي انطرد في الاوانطة، وقال لك احنا عايزين 40 مليون جنيه علشان نبيعه. وايضا اتكلموا وقال ان لسه لينا لاعب عند النادي الاهلي من ضمن صفقه حسام حسن. حسام حسن الاهلي جايبه تقريبا ب 40 مليون جنيه، مبلغ كبير يعني. فدفعنا 20 واثنين لعيبه راحوا اعاره، طبعا محمد شكري رايح اعاره، وكان رايح قبل كده تقريبا، وفهد جمعه لاعب النادي الاهلي، وايضا في احمد رمضان بيكهام، اثنين لعيبه كان بيتهيألي محمد شكري طالع من السنه اللي قبل اللي فاتت تقريبا، لكن فهد جمعه واحمد رمضان بيكهام راحوا اسمه على سبيل العرض من صفقه حسام حسن. وكمان طالع بيقول ان في لسه لاعب لنا، والاقرب انه ممكن يكون محمود وحيد هو اللي ينتقل الى نادي سموحه في ضمن صفقه حسام حسن، او باقي صفقه حسام حسن يعني. بالنسبه للانباء الخاصه بقفشه، بعض الكلام تاني بيتكرر من المصدر قريب من النادي الاهلي، مصدر مقرب من النادي الاهلي داخل النادي الاهلي، قال ان مفيش اي هذا من الكلام، ان هذا الكلام عاري تماما من الصح، فكره انه رايح نادي وسط الدوري التركي. والمشكله بقى والازمه اللي كله العرض المالي 300,000 دولار، 300,000 دولار على قفشه اللي هو كان يسمى احسن لاعب في مصر السنه اللي قبلها، يعني مستواه السنه اللي فاتت يعني ينزل. الراجل ده شفته القيمه التسويقيه بتاعته على الترانسفير ماركت قد ايه؟ تقول لي 300,000 يورو يطلع عرض 300,000 دولار حتى؟ ها؟ انتوا بتهزروا ولا ايه؟ كلام فارغ. لكن تاني وتالت العرض، اولا الغرض منه التقليل من قفشه العرض المالي، برضه قصه القفشه والعروض اللي جايله له في حاله احتقان جمهور النادي وغضب النادي الاهلي في الفتره الاخيره من اداء قفشه، يعني ربما يخلي جمهور يتمسك، وانا ما عنديش بديل ليه في المركز ده، امشيه ازاي يعني؟ لكن القصه الخاصه بالمبلغ دي اهانه، شايفها اهانه القفشه يعني. وقصه بيتكلم اصل ريكاردو سواريز بيفكر انه ما يعتمدش عليه غير المرحله المقبله، بالعكس ده قفشه احد العناصر اللي بيبني عليها ريكاردو سواريز الفكر بتاعه، ده اللي شفناه من اول ثلاث مباريات لعبهم قفشه مع ريكاردو سواريز، وقد ايه العلاقه جيده ما بينه. ويشوف قفشه اتطور حتى في التحركات بتاعته، ها، يعني قفشه طريقه لعب ريكاردو سواريز بيعتمد على صانع اللعب، بس مش صانع اللعب التقليدي اللي تحت راس الحربه، لا، متحرك وبيزيد ويبقى راس حربه ثاني،
ده وقفش عملها، سجل هدف واتنين هدفين تقريبا في الفتره بتاعت ريكاردو سواريز، تحركاته اختلفت شويه، فراجل بيبني عليه. تيجي تقول له هو اصل كريم حسن يقول لك اصل قفشه ممكن ما يعتمدش، وميدو يطلع يقول لك اصل ممكن ما يعتمدش عليه، كريم حسن شحاته يقول لك النادي الاهلي بيفكر في مدير فني كبير، ياسين منصور كلم الخطيب والخطيب بيتمسك بريكاردو سواريز، بنقول لك الراجل بنجهز له كل الصفقات وبتاع عشان النادي الاهلي ناوي باذن رب العالمين انه التجربه دي تنجح بقى بلعيبه بدعم كل، انا في ظهر المدير الفني. لكن انت طالع دلوقتي يا كريم تشككنا تاني في المدير، خلاص سيبونا بقى نشتغل، سيبونا نشتغل، عمال تشكك في كل لاعبينا. الدوري الاسباني النهارده طبعا انطلاق الدوري الاسباني، وكان في مباراه برشلونه وفايكانو، وان المباراه انتهت بالتعادل السلبي 0-0، بيبدا برشلونه ويسقط في فخ التعادل. بكره المريه مع نادي ريال مدريد. ايضا زي ما قلت لحضراتكم تم تقديم مباراه النادي الاهلي ومصر المقصه ساعه، المباراه كان المفروض تبقى الساعه 9، تم تقديمها بقت الساعه 8 مساء ضمن الدور 16 من كأس مصر. محمود فتح الله المدرب نادي مصر، المدرب العام نادي بيراميدز، اتكلم عن رمضان واتكلم عن شريف اكرامي واحمد فتحي ووضعهم مع تكيزو نياس الموسم المقبل، قال لك قصه رحيلهم والكلام اللي ما اعرفش عنه حاجه، ده كله في ايد الاداره. طيب ما طالما انت بتقول كده وما بتاكدش، لا رمضان ده انت قبل كده ممكن رمضان مكمل، عبد الله مكمل، شريف مكمل، لكن احمد فتحي القصه بتاعته منتهيه، رمضان عايز يخوض تجربه احتراف، شريف اكرامي خلاص نادي بيراميدز عاوز يتعاقد مع حارس، احمد الشناوي رجع وقف على رجليه خلاص في زمزقه، الديل ما بقاش له مكان حاليا. في النهايه شكرا على حسن متابعه حضراتكم، ودمتم في امان الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.